بعد غياب لخمس سنوات عن إحياء الحفلات بلبنان، أحيت الفنانة السورية فايا يونان حفل غنائي مميز قدمت فيه عدد من الأغاني بأو بيروت. وعلى هامش لقاء مع أغاني تحدثت فايا يونان عن حبها للمسرح واللي بتعتبره مثل بيتها. فايا يونان، بعد خمس سنين غياب عن حفلات بلبنان، قد كنت متشوقة اليوم ترجع تلتقي مع الجمهور؟ جدا متشوقة. وانت حضرت الحفلة، شفت قديش كنت طايرة، عن جد ما كان بدي تخلص الحفلة، وهيك كان كأنه حبيبين بعد غياب، يعني ريونيون إذا فينا نسميه. فكنت كتير أنا هيك مستمتعة. شوفك قد ايه عندك هالأريحية على ستيج، قد ايه عم تحكي مع الناس، بتخبريهم اخبار، قاعدين بالبيت كأنه نحن قاعدين بالبيت وقاعده حميميه. ايه بحب يعني المسرح بعتبره بيتي، ما بعرف ليش، ما تسألني كيف. من اول مره طلعت على المسرح بحس انه انا بنتمي لهذا المكان، بحس انه مش محرزه كتير يعني انه يكون في حواجز. واليوم يعني شكل المسرح حميمي لدرجه انه عن جد بتحس حالك قاعد مع عائلتك مع اهلك، فكانت الاجواء كتير حلوه. أجواء الستيج كتير سيمبل، فستان سيمبل، الأغاني دسمة، فستان سيمبل، هذا أعقد فستان لبسته بحياتي، بس شكرا. أنه سيمبل مرتاحة فيه؟ هلأ مرتاحة كلمة كبيرة، بس مين بيرتاح بفستان سهرة؟ لا بس ليك لقلك شيء، اليوم تصميم هو فركشني أنا وطالع على المسرح، دعس لي عليه، بس يلا مش مشكلة انفدت يعني. بس اليوم بدنا نقول شكرا لريم كشمر على هالديزاين الحلو، وعن جد أنا بحاول يعني مش بحاول، أنا ما فيني ألبس شيء مش مريح، لأنه تغني على المسرح لازم تكون قادر تتنفس وهيك، فيمكن مبين مش مريح بس هو مريح. وخلال اللقاء تحدثت فايا يونان عن سعادتها بحصولها على جائزة أفضل قصيدة مغناة يا قاتلي بالسعودية. يعني هدول الجوائز هن معنويا كتير حلوين، خاصة لما بيجوا بعد يعني يا قاتلي إلى يمكن خمس سنين كمان، وبعدها يعني لأنه نحن بنشتغل هيك من القلب وبنحرص أنه يكون في قيمة شعرية، مش يعني أو قيمة مضافة بالأغنية أنه تعيش، فهذا الشيء مشان هيك كان كتير عنانا. طبعا هي للشاعر مهدي منصور، وهيك اجت مفاجأة لطيفة جدا. يا قاتلي ولهن أحييتني تيها، كل الأغاني سدن إن لم تكن فيها. وفايا يونان اللي كانت خاضت تجربة التمثيل لأول مرة خلال موسم رمضان الفائت بمسلسل تاج أمام نجوم الدراما السورية تيم حسن وبسام كوسا، خبرتنا أكثر عن هالتجربة. انبسطنا فيك هالسنة بالسباق الرمضاني بتاج، شفنا فايا جديدة علينا، شفناك بشخصية جديدة. شفتوا نوران ما شفتوا فايا. أول شيء تجربة تاج كلها يعني كانت جدا ممتعة كتصوير، وبعدين كسباق رمضاني وعرض وهيك، وأكيد كان في يعني انتو شفتوا فايا جديدة، بس انا عجد من انا وصغيرة قريبة من هذا العالم، وبحب اكيد كليا مختلف يعني انه واحد يمثل مسلسل بهاي الضخامة بهذا المستوى، بس حسيته هيك كأنه حلم كان مؤجل وهيك فجأة صار، فكنت كتير سعيدة، وإن شاء الله أكون هيك كنت عند حسن الظن. أول مرة من كتير زمان بحس حالي مطمنة. وقالت فايا أنه الممثل السوري بسام كوسا كان داعم كبير إلها وساعدها خلال تصوير تاج، وخلال اللقاء ردت فايا على الآراء اللي اعتبرت أنه ما أخذت حقها بالمسلسل بسبب وجود أسماء كبيرة معه. الأستاذ بسام كوسا عسيت يعني بتحس حالك بتعرفه من كتير زمان وقريب يعني وبيساعدك قبل كل مشهد وحتى يعني بيكون تفاصيل صغيرة، ومش بس كيف بيعطيك مش بس انه بيعطيك ملاحظة، هي كيف بيعطيك الملاحظة بحسسك انه يعني انه انت عن جد سيف، انه انت بتقدر، انه فكان كتير دعم كبير وهيك عن جد هو جوكر. بالوقت اللي المسلسل لقى أصداء حلوة والناس حبتك بالمسلسل، في ناس انتقدوا شوي، قال يمكن فايا ما قدرت تاخد حقها مزبوط بالتمثيل بهذا المسلسل لأنه مع أسامي كبيرة.
شو ردك؟ طبيعي، يعني أنا طبيعي مش متوقع من أول تجربة يعني ما يكون في انتقادات، لا بالعكس، يعني هذا شيء جدا صحي، وأكيد نحن يعني الإنسان هيك بيتطور وهيك بيتعلم، وأكيد أنا ذات نفسي يعني عندي ملاحظات، بس كأول تجربة بحس أنه أنا راضي عنها بشكل كتير كبير. وكشفت فايا يونين أنه مسلسل ذهب غالي رح ينعرض قريبا، ورح تكون شخصيتها مختلفة عن شخصيتها بمسلسل تاج، وقصته بتختلف كمان. ذهب غالي أي متى؟ ذهب غالي سمعت أنه قريبا، فإن شاء الله يبصر النور عن قريب. رح أشوفك بغير شخصية أكيد. الشخصية ما لها علاقة بنوران يعني، وأصلا هو عم يصير بالوقت الحاضر ومودرن وهيك، وفيه أغاني جدا مختلف، يعني مختلف عن إنتاج كليا. بنهاية اللقاء وقبل ما نودعها، كشفت فايا يونين عن تحضيرها لعدة أغاني جديدة رح تبصر النور تباعا بالفترة القادمة. شو في أعمال جديدة عم تحضرين لنا إياها؟ هلأ في أغاني جديدة إن شاء الله، وإن شاء الله يعني بس يصير في شيء بخبرك، بتقلك بخبرك بس.